معكم ايكوس للحلول. شوفوا وين المشكلة. اللصوص بيستخدموا الشاشات بتنوضع بالجيب لسرقة المعلومات على بطاقات الائتمان أو رخصة القيادة أو حتى جواز السفر، وداخل هالشاشات الموجودة في قطعة لتحديد ترددات الإرسال، وطبعاً هيدا الشيء بيخلق خطر النشل الإلكتروني. حتى المفتاح الإلكتروني ممكن يحتوي على معلومات خاصة فيكم. تقنية المسح اللي بتستخدمها آلاف المتاجر لتسهيل حياتكم هي التقنية نفسها يلي ممكن يستخدمها اللصوص بهدف نشل محفظاتكم إلكترونياً. شوفوا قد ايه العملية سهلة. هيدا الرجال بمر جنب السيدة وبينشر إلكترونياً المعلومات المتواجدة على بطاقة ائتمانها، بيرجع بينادي لها تيقول لك كيف صارت العملية. لما قطعت من حدك سرقت رقم بطاقتك، وهلأ رح فسر لك كيف. كل شي عملته إني قطعت من حدك. شاشة الكمبيوتر كانت الوسيلة، وهالشي بيصير أكتر ما بتتصوروا. والحل Security Sleeves. هالمركب الثوري بيساعد على حماية بطاقات الائتمان اللي بتخضع لتحديد ترددات الإرسال، وبيصير إن المستحيل سرقة المعلومات المتواجدة عليها. وضعوا بطاقاتكم الائتمانية أو هويتكم الغير محصنة داخل تقنية Security Sleeves وحاربوا سرقة هويتكم. استخدام Security Sleeves سهل وغير مكلف، وما في ضرورة لاستخدام محفظة خاصة، لأنه بطاقاتكم الائتمانية فيكن توضعوها بمحفظتكم. سيطروا على هالوضع بسرعة، طلبوها فوراً ورح نعطيكن 4 قطع من Security Sleeves بدل القطعة الوحدة. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكن واطلبوه هلأ. عملائنا الكرام، نحن بانتظار اتصالاتكن 24 ساعة يومياً 7 أيام بالأسبوع. هالسلعة المميزة مش موجودة بالمتاجر، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكن الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلأ واحصلوا على هالسلعة الرائعة اللي الكل عم يحكي عنها. اتصلوا هلأ أو زورونا على موقعنا على الإنترنت www.tvmarket.com. TV Market بيجعل حياتكن مريحة أكتر.